أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: سمعنا أن هناك جهوداً لإيقاف طبع كتاب الدرة السنية لأن فيه التكفير، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء، وليس فيه إن شاء الله جهود لمنعها، بل هي سلاحنا وهي عدتنا بعد الله سبحانه وتعالى، وليس فيها تكفير، وليس بل هي تنهى عن التكفير وعن الغلو، لكنها تبين الهدى من الضلال، ترد على أهل الباطل، تناصر الحق. نعم.